ناري نارين ناري من جماله، ناري نارين قلبي إيقاره. يلا نقطع الكيك. يا عيني تمام. جاهز. أنا بتمنى لجدي ذكرى عيد ميلاد سعيد. شكراً شكراً كتير لإلك. بس استني ستي، طعميني أول شي. لا ريشي ما رح يأكل أول شي، لأنه بالأول بابا وماما وعمتي كريشما لازم يأكلوا، وبعدين الشباب بيجي دورهم. صحيح شفت؟ طيب. أهانا وزعي على الكل هلأ. إيه يلا صح تفضل. يلا ستي يلا تفضل تفضل. ليكني لحظة تفضل خالي. طيب طيب كتير مزوقين هالجماعة. بس؟ ايه ماشي. بتكون شو كمان لسا؟ ايه ليش لا؟ ماشي طيب. يسلم. تعال بسرعة. لك انت معقوله يعني ناويه تنهيني على الاخر لتكوني فكرتيها حفله تنكريه مثلا؟ انت ضحكتي علي، ما قلتي لي انه المفتشه دورجا رح تجي؟ اكيد كنت رح اقول لك لو كنت بعرف هالشي يا زكي. اسمعي انا ما عاد لي علاقه بالموضوع، رح احمل حالي وروح. تصطف لي انت، دبري حالك، ماني مستغني عن روحي. شبك ما رح يصير لك شي، لهيك انا لبستك بهالطريقه. هي عرفتك شي؟ لا ما عرفتك ولا رح تقدر تعرفك، لهيك بترجاك ما في داعي انك تخاف. خلص شغلك وروح فورا. ايه بخلص شغلي، بس بشرط انكم تقولوا لها تروح من البيت فورا، ساعتها بكمل. خلوها تروح. شو هالحكي هاد؟ انت طق مخك. اذا خليتك تروح من هون رح تشك انه واحد فينا هو يلي عمل هش. ما فينا نخاطر هلا. شك؟ ما هي شاكه فيني، لهذا السبب هي عم تراقبني كل الوقت. ما عم تشك فيك، هي بس عم تفكر. بس هلا اذا خليتها تروح مو بس رح تشك، رح تكون متاكده 100% انه انا يلي عملت هالشي. لهيك اذا بتريد لا تروح من هون، خلص شغلك من اول وروح. ماشي ايه ماشي.